أريد بالمناسبة أن أنوه بحضور فخامة رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرنا. فخامة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي شرفنا بهذا الحضور، والخطاب المتميز الذي قام به وألقاه بين حوالي 15,000 من أبناء الحزب، ونال، أريد أن أؤكد أنه نال استحسانا كبيرا وارتياحا كبيرا، لأنه أكد على أمرين على الأقل. الأمر الأول هو الوحدة الوطنية، وأن تونس لا يمكن أن تتجه إلا إلى مزيد من التضامن بين أحزابها وبين مكونات مجتمعها، وأن رئيس الجمهورية هو ضمانة الرئيسية لهذا الأمر. والأمر الثاني هو النصح لحزبنا بالذهاب في مسير الإصلاح، ونحن نتقبل هذا النصح، ونعتقد بأنه معناها نحن ذاهبون في هذا الأمر.